السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أرجو من الله أن تكونوا جميعا في أتم صحة وعافية. لو بتشوفوا القناة لأول مرة، ما تنسوش الاشتراك في القناة عن طريق الضغط على زر الاشتراك الأحمر بعد كده علشان توصلكم الحلقات والوصفات بعد نزولها مباشرة. فعلوا علامة الجرس لو عجبتكم الحلقة، دعما للقناة اعملوا لايك أسفل الفيديو، ولو حابين تفيدوا لكم اعملوا شير للحلقة علشان الكل يستفيد. النهاردة هقدم لحضراتكم وصفة بسيطة جدا. الوصفة ديت هتعمل على القضاء على التجاعيد وهتقوم بشد البشرة، وبالتالي نتخلص من مشكلة التجاعيد ان شاء الله. التجاعيد طبعا بتظهر وهي امر طبيعي بيظهر مع التقدم في السن. احيانا بيكون علامات التقدم في السن بتظهر بدري على الانسان، وده طبعا نتيجة اشياء سلبية ان هو بيعملها طبعا، زي التدخين وزي التعرض للشمس وزي حاجات كتيرة جدا بتؤدي إلى الشيخوخة المبكرة وبالتالي ظهور التجاعيد في سن مبكرة. النهاردة تعالوا نعمل وصفة بسيطة جدا بيها بإذن الله إن شاء الله نتخلص من التجاعيد، وبالتالي الحصول على بشرة أكثر شباب وأكثر حيوية. هنستخدم فيها مكونين اتنين، زيت الزيتون وعصير الليمون. تعالوا مع بعض نعمل الوصفة، وصفة بسيطة جدا زي ما وضحت لحضراتكم وزي ما عودتكم. طبعا انا من اول انشاء القناة انا دايما بحاول اقدم لحضراتكم كل ما هو مفيد وبسيط، ما بحاولش ان انا اعقد الامور واصعب المسألة على المشاهد الكريم. هناخد معلقة من عصير الليمون، وانا هاخد نص معلقة من زيت الزيتون. هحرك انا زيت الزيتون مع عصير الليمون. وفي وقت بسيط جدا اصبح الخليط جاهز للاستعمال. هاخد انا الخليط دوت وهحطه على البشرة واعمل عملية تدليك لمدة دقيقتين، وبعد كده هسيب الخليط دوت لمدة نص ساعة على البشرة. بعد كده هقدر ان انا اغسل بشرة الوجه بمية دافية. اعمل الخلطة ديت مرتين في الاسبوع ان شاء الله. مع الاستمرار على الوصفة هتقضي على التجاعيد، وان شاء الله هتشوفهم ان البشرة بدأت تتجدد شبابها بصفة جديدة جدا بشكل جميل جدا ومرضي. نقدر ان احنا نستعمل زيت الزيتون برضو في وصفة تانية، لكن في الحالة ديت هنضيف له العسل. نقدر نضيف العسل مع زيت الزيتون وبعض قطرات من الجليسرين، ونستعمله بنفس الطريقة ونعمله مرتين كل أسبوع. الوصفة ممكن نعمل زيت الزيتون مع الليمون، أو زي ما قلت دلوقتي زيت الزيتون مع العسل ونضيف له بعض قطرات من الجليسرين ونعمله بنفس الطريقة. ندلكه لمدة دقيقتين، وبعد كده هنسيبه مدة نص ساعة ونعيده برضه مرتين في الأسبوع. أتمنى تكون الحلقة عجباكم. شكرا على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.